ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ هنشرح سيكشن نيتريشن اوف اسيتانيلايت. ده سيكشن كيمياء عضوية صيدلية 2، مقرر مطروح. في سيكشن النهاردة نيتريشن اوف اسيتانيلايت هنحضر بارا نيترو اسيتانيلايت. احنا كنا حضرنا اسيتانيلايت قبل كده، وحضرنا كمان بارا برومو اسيتانيلايت. المرة دي هنحضر بارا نيترو اسيتانيلايت. البرودكت اللي احنا هنحضره بارانيترو اسيتانيلايت، مولكيولار فورمولا C8H8N2O3، مولكيولار ويت 180.16، باك نيم يا اما اقول ان فور نيترو فينايل اسيتاميد زي ما سمينا البار برومو قبل كده، ممكن برضو بارا اسيتاميدو نيترو بنزين، او ان اسيتايل فور نيترو انيلين. جنرال ايكويشن في السكشن دوت او في التفاعل دوت، بفاعل اسيتانيلايد مع ميكشر من الكونك نيتريك مع الكونك سلفوريك في وجود سولفنت اسيتيك اسيد علشان يديني اورسو بارا نيترو اسيتانيلايد، وطبعا البارا ميجور برودكت. الميكانيزم بتاع التفاعل هو زي برضو ما انتم عارفين اروماتيك الكتروفيليك سبستيوشن، ومهم جدا 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 ان الالكتروفايل هنا هو النيترونيوم ايون، والنيترونيوم ايون ده بيتحضر ان سي 2، بس المرة دي مش بيتحضر ان سي 2 لانه توكسيك ولا حاجة، لكن هو بيتحضر ان سي 2 لان هو مش موجود. النيترونيوم ايون ده بيجي من تفاعل ما بين النيتريك اسيد مع السلفوريك اسيد، يروح متكون النيترونيوم ايون، هو ده اللي يعمل اتاك، او حلقة البنزين تعمل عليه اتاك ويحصل اروماتيك الكتروفيليك سبستيوشن. بروسيدور ازاي هنشتغل عملي سيكشن النيتريشن اوف اسيتانولايت. في ايس باس هنحط الاسيتانولايت، هندوبها في جليشيال اسيتيك اسيد، وكمان هنضيف كونك سلفوريك اسيد، كل ده في البيكر الاولاني. وفي نفس الايس باس هنجيب انبوبه هنحط فيها النيتريتنج ميكشر 9 من 10 ملي كونك سلفوريك و 1.3 من 10 ملي كونك نيتريك، دول نيتريتنج ميكشر. والإشارة الساين دي بتاعت كروزيف بتقول لك خلي بالك الأنبوبة دي خطرة جدا، لازم تكون ماسكها انت لابس جلافز وماسكها بالماسك، وتخلي بالك وانت ماسكها. ليه؟ لأن انت حاطط كونك نيتريك مع كونك سلفوريك تو كروزيف كومباوند أو كروزيف ميكتشر، فأخلي بالي جدا وانا بتعامل معاها. الأنبوبة دي هتتحط في الايس باص جنب البيكر، واديهم شوية كده، لأن الأنبوبة في الأغلب لما تحط نيتريتنج ميكشر على بعضيه هيبدأ يحصل اكزوثيرميك رياكشن وتلاقيها سخن. هنا في التفاعل ده خلي بالكم في تحضير الأسيتانلايد وتحضير البارابروم أسيتانلايد، وادي المرة دي كل مرة استخدمنا آيس باص، وكل مرة كان الآيس باص بيبقى ليه هدف مختلف. المرة دي بقى الآيس باص بتاعي مهم جدا جدا علشان التفاعل ده لو عملته بره آيس باص هيديني برودكت مختلف. كمان مهم انه الحرارة تكون منخفضة مش بس روم تمبريتشر، وبالتالي انت الأنبوبة دي والبيكر تسيبهم هما الاتنين في الايس باص مثلا لمدة 10 دقائق. بعد ال10 دقائق ببدأ أضيف الأنبوبة على البيكر، بس خلي بالك مهم جدا جدا الإضافة تكون دروب وايز وكمان ويز ستيرنج. أنا مش عايز أكب الأنبوبة كلها مرة واحدة، أنا بضيفها نقطة نقطة وبعمل ستيرنج في كل مرة. برضو مهم نفهم ليه كده. الفكرة ببساطة انه لو انا كبيت الانبوبة كلها جوه البيكر، الانبوبة دي فيها ايه؟ فيها نيتريك اسيد مع سلفوريك اللي هما بيتفاعلوا مع بعض ويدوني النيترونيوم ايون اللي هو الالكتروفايل. فلو حطيت الالكتروفايل كبيته كب كده كمية كبيرة قوي كده، التركيز بتاع الالكتروفايل موجود كتير، ممكن يخش مش بس في البارة لكن في الأورسو والبارة. انا بتحكم في الريت اوف رياكشن او بتحكم في البرودكت اني انا اخلي التفاعل يكون كمية النيترونيوم ايون قليلة فتروح تدخل في البارة، ثم اضيف نيترونيوم تاني وهكذا. طيب بعد الاسترينج بشيله من الايس باص وبسيبه لمدة تلت ساعة في روم تمبريتشر. مهم ان انا اسيبه بحيث يكمل الرياكشن للاخر، وممكن كمان اطول من تلت ساعة لنص ساعة. بعد كده بضيف عليه 20 ملي ووتر ويز كراش دايس. مهم انه مش بس ميه، لكن ميه فيها كراش دايس، الهدف انه لما هضيف الميه هيبدا البرودكت يرسب،
وأول ما البرودكت يرسب طبعا وجود الأيس هيخليه يرسب أكتر زي ما اتفقنا. السولوبيليتي تتناسب طرديا مع درجة الحرارة، فكل ما برد كل ما يرسب أكتر. ونلاحظ حاجة، إني لما هكب البيكر ده على 20 مللي بوتر وسكراش آيس، إنه هلاقي اللون بدأ يتكون لون، ممكن يكون لون أصفر وأحيانا بيكون لون أخضر البرودكت. فده دليل إنه البرودكت اتكون عندي، إنه يظهر البارانيترو أسيتون لايت كريستالز لونها أصفر. بعد كده هتسيبه 5 دقايق علشان يحصل ترسيب كامل، تلاقي التلج إلى حد ما داب، ونعمل فلتريشن في بوخنر فلتريشن. ومهم كمان بعد الفلتريشن أعمل ووشنج كويس بكولد ووتر. يا ترى ليه؟ أسباب كتيرة جدا، من أهم الأسباب إنه أنت عندك سلفوريك أسيد. السلفوريك أسيد ده لو لسه في أي بقايا منه موجودة في البرودكت ما حصلهاش ووشنج كويس، اول ما تحطه في الفرن علشان تنشفه هتلاقي المركب بتاعك اتحرق. حاجة تاني برضو، الوشنج بالمية يخليك تتخلص من اي امبيورتز موجودة، ولو القرص نايترو بيدوب اكتر انت ممكن تتخلص منه عن طريق الوشنج بالمية. بعد كده هنعمل دراينج، ولو في ريكريستاليزيشن السولفنت ريكتيفايد سبيريت اللي هو 95% ايثانول، ميلتينج بوينت 200. سيفتي بريكوشنز، طبعا السيفتي بريكوشنز هنا مهمة برضو وكتيرة. زي ما قلنا احنا بنتعامل مع كونك سلفوريك وكونك نيتريك، وقلنا خلي بالكم مهم جدا التعامل مع أنبوبة الكونك سلفوريك والكونك نيتريك دي، لأن دول الاتنين سترونج كوروسيف ويعملوا سيفير بيرن، وبالتالي خطر جدا لو نزلوا على إيدي. كمان خلي بالكم احنا بنستعمل الجليشيال أسيتيك أسيد، وده مجربينه في السكشنين اللي فاتوا إنه سترونج إيريتانت لاكريميتور، وبالتالي لازم يتحط تحت دولاب الغازات. اخر حاجه ان النيترو كومباوندز دي بتبقى توكسيك وممكن يحصلها ابسوربشن ثرو ذا سكين، وبالتالي لازم اكون لابس الجلوفز. بعد كده هندخل على الامبورتنت نوتس، نوتس مهمه، وزي ما قلنا كل مره ان النوتس دي بتبقى مهمه علشان الشغل عشان اعرف اشتغل كويس، وكمان مهمه علشان امتحان الشيت. انا ممكن اتسال في الحاجات دي في الشيت، فعشان كده كلها بتبقى مهمة جدا. أول حاجة، أول سؤال، يا ترى ليه أنا ما ينفعش أحضر البارا نيترو أنيلين دايركتلي باي نيتريشن أوف أنيلين؟ السؤال اللي بنقوله بنحكي فيه كل مرة، ليه أنا من الأنيلين لازم أحضر أسيتانالايت، ومن الأسيتانالايت أحضر البارا نيترو أسيتانالايت؟ السبب الأولاني إن الأنيلين may be oxidized، ودي هنشوفها في السلايد اللي جاية، إن الأنيلين ممكن هو نفسه مع الكونك نيتريك مع الكونك سلفوريك الحاجات دي كلها رياكتيف جدا، فالحلقة نفسها تتكسر ويحصل تشارينج. لأنك بتفاعل مركب هايلي رياكتيف اللي هو الانيلين مع مركبين هايلي رياكتيف برضو اللي هما النيتريك والسلفوريك، وبالتالي هتحصل اوكسيديشن وتشارينج وتلاقي الانيلين بتاعك اتحرق، لأن هو فيري رياكتيف. والسبب التاني طبعا انه الانيلين في الاسيديك ميديوم بتاع النيتريك والسلفوريك هيتحول لأنيلينيوم ايون NH3 موجب، وانتوا عارفين ال NH3 موجب ده بيوجه ميتا، وبالتالي ممكن تلاقي البرودكت اللي اتكون عندك ميتا نيترو انيلين. انا كنت عايز احضر بارا نيترو انيلين. في السلايد دي بيبان الاسباب، اول حاجه ان الانيلين هو اصلا في مجموعه NH2 strongly activating group، والمجموعه دي اورسو بارا دايركتور. مع النيتريك والسلفوريك ممكن ال NH2 تتحول الى NH3 موجب لانها موجوده في اسيديك ميديوم، بقت ميتا دايركتور، فدي لك الميتا سبستيوشن. انا كنت محتاج احضر البار، لكن المشكله الاكبر اللي هتحصل انه الانيلين قلنا هايلي رياكتيف والنيتريك والسلفوريك هايلي رياكتيف، فيحصل كمان الرياكشن اللي تحت دوا تشارينج اند اوكسيديشن اوف انيلين، فتلاقي الانيلين بتاعك اتحرق لانه رياكتيف جدا، بيتفاعل مع مركبات رياكتيف جدا، تلاقي الرينج نفسها اتكسرت ويحصل تشارينج. وبالتالي الاستايليشن يحمي الانيلين من البروتونيشن والتشارينج والاكسيديشن. كمالة الإجابة بتاعت السؤال إنه كمان الأسيتاميدو جروب، خلاص إحنا اتكلمنا عن مشاكل الـ NH2 جروب اللي هو البروتونيشن توجه ميتا والتشارينج. طيب الأسيتاميدو جروب بقى إيه مميزاتها؟
انها مودريتلي اكتيفيتنج جروب، وبالتالي هيحصل اروماتيك الكتروفيليك سبستيوشن عادي، وهيحصل كمان اورسو بارا والبارا ميجور، وده اللي انا كنت عايز احضره، البارا نيترو انيلين. فلازم احضر في الاول بارا نيترو اسيتانيلايد، ثم بعد كده اعمل هيدروليسيس. طيب حد يسأل سؤال، هل يا جماعة الفانكشنال جروب اللي هي الأمايد الجديدة اللي اتكونت، هل دي أسيدك ولا بيزك؟ الإجابة إنه الأمايد فانكشنال جروب بتكون أسيدك زي ما انتوا عارفين، فالستارت كان NH2 بيزك، لكن البرودكت NHCO دو أسيدك. ليه؟ لأنه نتيجة الريزونانس، فبتكون اللون بير مش available على النيتروجين، وبالتالي مش هتقدر تسحب بيها اي بروتون، وبالتالي مش بيزك، بل بالعكس انه كمان الالكترون دروينج جروب بتاع الاستايل جروب يخلي انه البروتون اللي موجود على الان ممكن بسهوله يخرج. زي هنا ما هنشوف، هتلاقي انه ده الريزونانس اللي بيحصل. هنشوف الريزونانس دوت انه عندي ادي مجموعه السي دبل بوند او والان اتش، هي في الأول كانت NH2 عادية فكانت بيزك، لكن ارتبط بيها دلوقتي السي دبل بوند أو فبقت أمايد. إيه اللي بيحصل في ريزونانس؟ دبل بوند أو تنزل بوند منهم هنا، فيبقى دبل بوند ما بين السي والإن، ويبقى الأو عليها شحنة سالبة والإن عليها شحنة موجبة. طيب في الوضع الجديد ده، هل الإن دي بيزك؟ لا خالص، هنا النيتروجين عليها شحنة موجبة، وبالتالي هتلاقي إنه النيتروجين بسهولة ممكن تتخلص من البروتون، وبالتالي يقدر يكون ال NH دوا أسيدك. فمن النهاية المهم إن أنا أعرفه إنه function group الأمايد أسيدك على عكس ال NH2 group. طيب نكمل في النوتس، يا ترى ليه أنا بستخدم ال glacial acetic acid؟ هل هو solvent فقط ولا ليه استفادة تاني؟ طبعا هو solvent، ده خلي بالكم reaction ده non aqueous، فيهوش مية، انا بحط الاسيتانيلايد في الجليشال اسيديك وابدا اضيف عليه النيتريتنج ميكشر، الميه تتحط في الاخر في خطوه الورك اب، لكنها مش سولفنت. طيب ليه اخترت الجليشال اسيديك؟ لان هو بولر سولفنت، وبالتالي يقدر يذوب الاسيتانيلايد اللي هو محتاج سولفنت بولر عشان يذوب، لكن في نفس الوقت ممكن يكون في بولر سولفنت بس بيتأين، فتلاقي بيتأين بشكل كبير، فتلاقي فيه سترونج نيجاتيف تشارج اتكونت، وده ممكن تعمل نيوكليوفيليك اتاك على الرينج، لكن ده مش بيعمله جليشال اسيتيك لانه بور نيوكليوفايل، وبالتالي مش هيحصل اروماتيك بقى نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، انه السولفنت يتحول الى شحنه سالبه والشحنه السالبه دي تعمل اتاك على الرينج بالاروماتيك نيوكليوفيليك سبستيتيوشن اللي انتوا اخدته. وبالتالي خلاصه الكلام ان الجليشال اسيتيك دوا حلو لانه سولفنت وبولر، يدوب بالاسيتانلايك بس مش لدرجه انه يعمل نيوكليوفيليك اتاك على الرينج. بعد كده بيسأل ليه الـ addition of nitrating mixture is made dropwise؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا، وقلنا إجابته في النص، إنه أنا بحط nitrating mixture dropwise علشان أقلل الـ production of nitronium ion، أو أقلل تواجد النيترونيوم ion جوه البيكر، علشان خاطر يدوبك النيترونيوم ion يتواجد بشكل صغير يتفاعل في البارة فقط، لكن لو تواجد بكمية كبيرة ممكن يخش في قرصه وبارة، وبالتالي يديني 2,4 داي نيترو اسيتانولايت، لأن النيترو رياكتف خالص، وبالتالي ممكن يخش مرتين لو أنت حطه بكميات كبيرة، وبحطه نقطة نقطة، النقطة تنزل أقلب تتفاعل أخش على النقطة اللي بعديها وهكذا. بعد كده الملحوظة اللي بعد كده، يا ترى ليه الأيس باس بيستخدم؟ ودي برضو قلناها، إنه تفاعل النيتريشن أولا إكزوثيرميك، بس مش دي المشكلة الأساسية، إنه التفاعل ده إكزوثيرميك والاثنين المتفاعلات رياكتيف، وبالتالي انا بسقع علشان احافظ على السيلكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني افضل انه التفاعل يخش في بارا وبارا بس، وبالتالي انا مش عايز الليس فيفربل رياكشن اللي هو قرص وبارا او 2 و4 داي نيترو برودكتس، لانه دول محتاجين انرجي عاليه، وبالتالي لو سبت الحراره تزيد وما حطيتش ايس باس ده ممكن يخلي التفاعل الغير مرغوب فيه اللي سفيرابل اللي هو بيخش في قرص بارا يحصل، وانا كده يبقى حصل لي لص من جزء من البرودكت لان اتكون سايد برودكت. حاجه كمان،
ازاي انا افصل ما بين الاورثو ايزومر والبارا ايزومر؟ الاجابه باي ريكريستاليزيشن، دي اسهل طريقه للفصل لان هما ليهم ديفرنت فيزيكال كاركترز. الحاجه اللي بعد كده رقم 6، لو البارا نيترو اسيتانلايد هيدروليزد المفروض يحصل له هيدروليز في اسيديك سوليوشن، ليه مش بيحصل هيدروليز اثناء النيتريشن؟ تعالوا نفكر في الموضوع ده. لو تفتكروا واحنا بنقول في الاسيتيليشن احنا قلنا علشان احضر بارا نيترو انيلين مثلا، انا ببدا اول خطوه ان انا اعمل اسيتيليشن فيتكون الامايت، ثم بعد كده النيتريشن، ثم الهيدروليز، ففي الاخر في خطوه هيدروليز فوق في مجموعه الاسيتاميدو جروب. طب الهيدروليز ده محتاج ايه؟ محتاج ميه، محتاج حراره، محتاج اسيد او بيز. لازم نحفظ ايه هي شروط الهيدروليز، لان في كل تفاعل انا لازم ما احطش الشروط دي مع بعض، لان لو حصلت ممكن يحصل هيدروليز، احطهم بس في اخر خطوه لما اكون قاصد اعمل هيدروليز. طيب مشكلتنا بقى ان في التفاعل ده الحراره ممكن تحصل، ليه؟ لان التفاعل اكزوثيرمك، والاسيد طبعا انت عندك نيتريك اسيد وسلفوريك اسيد، فالاسيد موجود وبكثره، ففاضل حاجه واحده بس، الميه، فهي دي اللي بتمنعك نو ووتر وكمان نو هيتنج. بس طبعا لو افترضنا حد غلط اشتغل بره الايس باس، يطمن برضه انه مش هيحصل الهيدروليسيس لانه مفيش ميه انا حطيتها. تفاعل البرومينيشن انا كنت حاطط ميه بس كنت عامل كولينج كويس، تمام؟ وهكذا كل مره انا لازم ما احطش التلاته دول مع بعض، الحراره والاسيد والميه، علشان دول لو موجودين هيحصل هيدروليسيس للاسيتاميد جروب، وانا مش عايز الهيدروليسيس يحصل دلوقتي، انا عايز اعمله بنفسي في اخر خطوة خالص. حاجة رقم 7، why nitrating mixture is added to acetanolide anode the reverse. برضو سؤال نفس الفكرة بس انتهى بطريقة مختلفة، يعني اضيف الانبوبة على البيكر ولا البيكر على الانبوبة وليه؟ طبعا لازم الانبوبة هي اللي تضاف على البيكر، لو حد قالك تضيف البيكر على الانبوبة حتى لو دروب وايز مشكلة، لأن يعني البيكر فيه الأسيتانولايت والأنبوبة فيها النيتريتنج ميكشر أو نيترونيوم أيون، فأنا عايز إن النيترونيوم يكون قليل قوي والأسيتانولايت هو الكتير، فلازم أضيف من الأنبوبة على البيكر علشان يكون الكونسنتريشن بتاع النيتريك أسيد أو النيترونيوم أيون سكيبت أت مينيمم، برضو كمالة الإجابة علشان خاطر ما يكون ليش الليس فيفربل سايد برودكت اللي هو الأورثو بارا داي نيترو أسيتانولايت. رقم 8، بيسأل ليه الميجور برودكت بارا مش أورثو؟ طبعا دي معروفة الإجابة بتاعتها هي ستيريك هندرس وبالكنز، خلي بالك مجموعة النيترو كبيرة والأسيتاميدو موجودة كبيرة برضو، وبالتالي إنه في بالكنز في ستيريك هندرس، وممكن نشوف الستيريك هندرس ده بشكل أقوى في السلايد اللي جاية. أدي الأورثو والبارا نيترو أسيتانولايد وإحنا بنشوف الاستراكشر بتاعهم 3D، دي الحلقة وده الاسيتانولايت، تمام، ودي دي ال NHCO CH3 ودي مجموعة ال NO2. شايفين ال NO2 كبيرة ازاي والاسيتانولايت او الاسيتاميدو جروب كبيرة ازاي، عاملين ستيريك هندرانس مع بعض، على عكس البارا دي الحلقة وادي الاسيتاميدو NHCO CH3 وادي تحت ال NO2، في مسافة ما بين دي وما بين دي، مش لازقين في بعض، مش عاملين ستيريك هندرانس. ده شكل تاني، ده الأورثو، واضح هنا النيترو والأسيتاميدو الاتنين عاملين ستيريك هندرانس، أما البارا بعاد عن بعض وبالتالي مفيش أي ستيريك هندرانس، فكده أفضل بكتير. كده احنا خلصنا النيتريشن في أسيتانولايت. أتمنى إنه تكون الأمور تمام وفاهمين كل حاجة، ويعني بالتوفيق إن شاء الله ونلتقي على خير. سلام.